يقول السائل: هل يرث القاتل الخطأ؟ القاتل لا يرث إذا كان إذا حمل مسؤولية في الجناية، إذا حمل مسؤولية في الجناية فوجب عليه دية أو كفارة فإنه لا يرث. القتل المضمون بالدية أو المضمون بالكفارة فإنه لا يرث، في حديث: ليس للقاتل شيء. أما إذا كان ماله تسبب في القتل 100%، ماله تسبب في القتل فإنه يرث على الأصل، بناء على الأصل. نعم.